سعيد، حضرتك قلت ان الشخص ده هو اصلا بلطجي وعيلته كلها سلوكها بنفس الشكل، فهل تعرضوا ليكوا خلال الفتره اللي فاتت او كان في اي مضايقات بتحصل ليكوا؟ لا ليكم بعد الجريمه اللي حصلت. لا يا فندم، هو لحد هو احنا اتفاجئنا على ام مارتن دوت اللي هو مارتن في المستشفى اتذبح. جاب على طول هم قالوا لما كلمونا اخوه الصغير زمايل مارتن ماتش وكلمونا مارتن قالوا عم عيد تعالينا المستشفى مارتن اتذبح. انا بتكلم مع حضرتك على اسره القاتل المجرم اللي هو عقباوي، هل حد فيهم تعرضوا لحضراتكم؟ لا ما فيش حد تعرض لينا خالص نهائي صراحه. تمام. مش حد، عشان احنا مذبوحين، احنا مش احنا اللي حد يتعرض لنا، احنا اتعرضوا لنا. هو احنا بنطمن عليكم طبعا، بنطمن عليكم لان زي ما حضرتك قلت ان هم سلوكهم بالشكل ده. هاخد خطوه وهاخد واعرف يعني اتكلم وانا قد ان انا يعني بصي انا ماليش في مشاكل ولا اي حاجه بس انا بعد ابني انا حتى لو مت ولو اخواته ماتوا بالنسبه لي مش فارقه. ان شاء الله حقه هيرجع. واستاذ عيد لو ليك اي مناشده في الختام. نعم يا فندم. لو حضرتك حابب تقول مناشده لاي جهه او لاي شخص اتفضل. بناشد وزاره العدل، بناشد مستشار حماده الصاوي حق مارتن في رقبتكم كلكم، بناشد الاعلام كله حق مارتن في رقبتكم كلكم، بناشد اي حد يقدر يعني يجيب لي حق مارتن، يعني ده يعني حاجه كبيره جدا يعني محتاج الحاجه دي بس مش اكتر. ان شاء الله حقه يرجع ان شاء الله. والحاجات اللي بتتعمل مش كويسه بتيجي مش في صالحنا، ما ينفعش حد ما ينفعش محامي او ما ينفعش حد يخش يقول صدره او سلاح ابيض، ابني ما كانش ابني مش بلطجي، ابني متربي، ابني محترم، ابني كان بيساعدني بيشتغل بيساعدني، ابني كان بيدي امه، ابني كان بيجيب لاخته حاجات المدرسه، ابني كان بيجيب لاخوه حاجات بيساعدني في البيت. يعني حضرتك بتأكد على ان ما كانش فيه خناقه وما كانش فيه اي اسلحه. تمام، ربنا يعزيكم مره ثانيه يا استاذ عيد، وان شاء الله حق مارتن هيرجع. بشكرك شكرا جزيلا استاذ عيد اسحاق والد مارتن، وسمعنا كل التفاصيل مع حضراتكم، وتاني بنأكد دعمنا لقضيه مارتن، وان اكيد نثق ان العداله هتتحقق، وان البلطجي ده اللي بيقتل مواطن قدام الكل ومش فارق معاه وبيسدد اكتر من طعنه لازم هياخد حقه.